الحالة الصحية ديال الصحفي سليمان الريسوني هي حالة بقى مبهمة، معناه أنه عند مغادرته لسجن عكاشة لم يخضع لأي فحوصات طبية دقيقة بخصوص الوضع دياله، خصوصا أنه يعني مر من تجربة الإضراب عن الطعام والتي طالت لمدة 122 يوم. ففي هذه الحالة المفروض على أن الجهة الوصية عليه هي النيابة العامة وإلى آخره أنها تحدد موعد للفحوصات الدقيقة في الحقيقة. إذن سليمان مازال هزيلا، لأن تبعات ديال الإضراب عن الطعام كانت قاسية عليه، وانتم كتذكروا بالله كانت أيضا المرحلة قاسية حتى على المستوى النفسي. لكن العذابات في الحقيقة لا تنتهي. الاعتقال ديال سليمان كان صعبا، المدة السجنية ديالو كانت صعبة ومرورها كان صعب. اليوم الآن احنا طبعا كأسرة كنقولوا أن الرواية ديال سليمان حقه، يجب أن يسترجعها. نقول على أن الجهة التي أخذت هذه الأشياء يجب أن ترجعها لسليمان، وكنقولوا على أن هذا حق كيدير واحد النوع ديال التوازن النفسي لصحفي كان يقود جريدة محترمة، جريدة مستقلة، جريدة اليوم أعدمت بقوة القانون أو بقوة أشياء أخرى لا نعرف. على العموم نقول على أنه يجب أن يحظى بهذا الحق، هذا حق يجب أن يحظى به. إذن عدا هذا في الحقيقة وهذه التفاصيل، هو أن الأهم في كل هذا هو إطلاق سراح سليمان وتوفيق وعمر و معتقل حراك الريف، هذا هو الأساسي. اليوم اللي كيقول على أن المغرب واقف على المعتقلين، لا، المغرب واقف على أشياء كثيرة. المغرب واقف على الحق في الاحتجاج، الحق في التنظيم السلمي لهذا الاحتجاج، الحق في الانتماء، الحق في العيش عموما. نحن نختنق حقيقة في المغرب ونريد أن نحظى بهذا الحق في العيش، وأن يكون جميع مكونات هذه البلاد هذه جزء من هذه العملية ديال الانفراج.